ده العميل. انت بتعرف انه بيعرفوا ياخدوا جريمتهم؟ بيتعرف عليكي صح، بيعرفك وبيحس فيكي حتى لو كنت مخبيه بين 100 شخص. بقي لي ساعه ونص لازم اكون هونيك. اذا رحتي يمكن يقتلوك. انا ما قلي بهالخبريه. والله اذا بتلقط فيكي لقتلك يا بنت الكلب. بتجيك تساعديني؟ اذا بدك تساعدي بالتحقيق سلمي حالك وبس. انا بهمني اوصل للي بدي اياه، وبعدين شو ما بده يصير يصير. العين بالعين.